مقدار استمع لحسين يا زينب بهالحالة قالت لنا يا ابوي شفت الشمر من عالة يا حسين يا حسين تقول لأبويا أنت ما تقدر تسمع أنا شفت شفت يا أبويا شفت والله ما اقدر استمع لحسين يا زينب بهالحالة قالت لنا يا ابوي شفت الشمر من عالة اسمع على صدره يحز نحره وراسه بالرمول اي والله وراسه يا ابويا وراسه بالرمح شاله وهالمنظر الى المحشر بظل يا ابويا جداني اي بريت الحسين وفيت وفايا لابو علي ولزينب اختي الحسين الليله.